حزب تشكيل حكومة الكاظمية التي لا نرتجي منها خير تسابقاتها، وهذا ما نعتقد. ولكن أنا سمعت الواقع الحال في التحليل أن هذه الكابينة بعد أن خاضت مخاض كبير وعسير في تشكيلتها حتى يوم أمس وليلة أمس وحتى ساعات انعقاد جلسة البرلمان، أعتقد أنها ستصل إلى ترشيح عدد من الوزراء وستمضي حكومة الكاظمية رغم تأخر عقد الجلسة. هناك إشارات على عدم دخول دولة القانون، ائتلاف دولة القانون، إذا تسمعني واضح. أعتقد هناك مؤشرات على عدم دخول ائتلاف دولة القانون وبعض أعضاء النواب الآخر والذي يجعل من ذلك عدم احتمال اتصال حتى هذه اللحظة. لكن نقصان 17 نائب وهم متواجدين في المطعم حاليا، أعتقد أنهم سيدخلون القاعة بتنسيق مباشر مع الكاظم ووعود، لأنه هذا هو ديدن تشكيلات الحكومات العراقية المتعاقبة على مدار السنوات الماضية بما فيها حكومة الكاظم. لذلك أعتقد أنها ستمر وبتصويت على بعض الوزراء، ليس كل الكابينة، لذلك أعتقد ستمرر كأميرة الكاظمي، لكنها ستمرر بشكل تشكل ثلثين من الوزراء الذين تم ترشيحهم لهذه الكابينة، وهذا ما نعتقده نحن. نعم، الآن شيخ أريد أسألك على الوزراء، بعض الوزراء عليهم ملفات في حكومة السيد الكاظمي وعليهم لغط كبير جدا، كيف راح يمررون؟ وكيف احنا نتامل الان بحكومه السيد الكاظمي خيرا؟ تفضل. اولا شيء احنا قلنا لا نتامل في حكومه الكاظمي خيرا لانها كسابقاتها، لانها اسست وفق المحاصصه الطائفيه التي بنيت عليها العمليه السياسيه. طيب. التشكيله الحاليه حقيقه وما شهدناه من تسريبات اعلاميه حتى اللحظه يقال ان هناك تعديلات في حكومه وكابينه الكاظمي الوزاريه الجديده لاسماء متهمه اصلا بالفساد وعليها قضايا معلومه ومعروفه لدى القضاء العراقي. وهذا ليس بنقطه مهمه يقف لديها الكاظمي او هذه التشكيلات من تشكيلات الحكومه، لاننا شهدنا في السابق حكومه عادل عبد المهدي مضت وبها ثلاث وزراء كانوا متهمين بالفساد وبقضايا ارهاب، ومضت الحكومه وتم التصويت عليها. اليوم حكومه الكاظمي والتغييرات والتعديلات وفق التسريبات الاعلاميه التي جرت الان في ساحه البرلمان وتحت قبه البرلمان، نعتقد انها ستمضي بما فيها من فساد ومن فيها من تفاصيل اتهامات واضحه لبعض المرشحين لهذه الحكومات. اليوم المحاصصه والمشكله المناطقيه التي بدات تطرا على واقع المحاصصه جديد هو التسويف للسيطرة لسيطرة تلك العناوين المجتمعة في هذه العملية السياسية على ساحة العراق، وهذا ما يوصفنا اليوم. نشهد هذه الحكومة هي جزء مكمل لما سبق وشبيهة بما سبق، ولذلك لا نتأمل بها خير، ونعتقد أنها ستمضي. وإن لم تمضي فهناك مشكلة حقيقية ستقع لهذه العملية السياسية، وهذا ما لا يقتضيه أركان العملية السياسية المشتركين في هذه العملية منذ 2003 حتى يومنا هذا.